اليوم بعد حكم المحكمة الدستورية يرجع فايز الجمهور رئيس اللجنة الإسكانية مرة أخرى إن شاء الله، وبإذن الله أوعد أصحاب الطلبات فايز الجمهور اللي رأيته شاهدته عمله في المجلس السابق أو اللي هو المجلس الحالي في استمراريته بإذن الله مستمرين حتى تستقر والأسرة الكويتية في مسكن سريع، ولابد أن تكون الحكومة متعاونة في هذا الجانب والمجلس متعاون في هذا الجانب. هذه معاناة حقيقية لكل أسرة كويتية. تفاؤلوا خير بإذن الله، تفاؤلوا خير، بلدنا بلد خير وشعبنا شعب طيب وأسرة الحكم أسرة مباركة، وبإذن الله متفائلين أن تكون المرحلة القادمة أفضل مما سبقها من المراحل السابقة.